دا وضعي العالم كان ميل كستوات كجوكتان كسو دوادا برنامج كي افتين كان نولاشا وات كدا وطان كالسن تي في استوديو سا مقالة دا لندن برنامج كي افتين كان نولاشا وات برنامج عانو كو قادا لغنو عرمها كساو سن حاق الدين تا تدوات كستانا وحا عانو كو قادا نا موضوع انو ومركا اي ددوينها سومالي العالم كان ميل كستوات كجوكان اي نغالا قيب قاتان برنامج كي وحا سي توسا اي غالا قيب قاتا فضيلة الشيخ عبد الرشيد سيد احمد او كاميدا caalimada waaweyn ee degan magaalada London una heegana waa inuu umada Soomaaliyeed ka caawiyo xagga islaamka iyo barashadiisa todobaadkan waxa aanu ku qaadaa dhigi doonaa mowduuca ku saabsan furriinka Sheikh Cabdi Rashid markii hore ku soo dhawow barnaamijka iftiinka nolosha waxa hagaag furriinku ama dalaaqo xukun ahaan bal wax tafasiir naga sii بسم الله وصلى الله وبارك على النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم. أرد الطلاق حكم ذي محاسنتا أما وناق إسلام كوليه بحي إلي ما دري من كرتها هذه لو الروح ونسأقون تي اللي سكو مهريو ولا سكو حلو وميل لو ذا دتشيو لي لا حدنا ما كلا بحي كرتان إلا أتكلا ديمتان لبعتا ذكرة تمن اللهي ودريم سعينتا إلا أكتهاي حيا لو حديعي كرتا ننكو إنا قبضو كحوماتو ووبا هذو لبكا أي قبضو كويس إنو كبح وحديعي كرتا قبضو ننكا إنو كحوماتو ويربتا لبكا ننكا وكوهايو إنا يكبح هذو حيا لو الضرر يزال لا ضرر ولا ضرار لبها دوتر لبكا سوى إلا الزوري أو لقبحو مركا ومحاسنتا يا وناقا واسلامكو ليه هي ايو كمدية هادي ان سؤال شادي دي اوغوص النقضة اهيد حوكي سمحو يا هي طلاقة اما فوريتانكو علماء ذو وحي اقايبيان قايبا بضم بيقايبيان كل وحو النقضة بيده هذان مباح وحس كبنان وعادئة ايو النقضة وأصغر ما وقرتي لا بعض لبا يمد لبك أصلا ربع طلاق إن لو حليه وشيء مباح وبنائه مركز السجع يعني حاجه يلباته هي مشقة ترتار الله ربع إن لقى بحط طلاقة ومباح بيد هذا الحليه وبنائه بيد هذين وحي هذين علماء ذو مروح النقض مكروه كراهية النقض وغورتا دبلان يمشاكا سوين شيرن طلاق ودو ولكن دب يمشاكا سين شيرن وانا مدن نبي صلوات الله وسلام على حديث كولي ابقض الحلال الى الله الطلاق طلاق شيء حلال والله وقعد بدنيا هي وحاجه الطلاق مركا وطلاق السبب الان وح السبب ما شرته يون سوي شيرن بونينكي مركا كل واقي او ريركي سو فوري وحي دهدان علماء ذو اي دهدان وحو النقضة صنو واجر باب لقيه ليا ودنكي ضلاقي اجر بوبكيه ليا با وقورما وقورتا قابد اي كحد قذبته حق ومن حقوق الله حق اله ليا هي بي كحد قذبتي سك لنا واحل واي سلام صلاة دي وقود كوكر واي با صلاة دي متو كان يتري مركاسي وحو النقضة يا مندوب اي صنو إن قبضي مركا فرو إلهي أجر بكسيرة ما دام وحا قبضه أفرايو صوابتا أي تهي غيرو وغيرو دي دينتي إلهي إيوه عبادة دي إلهي أي قبضا سمين كروي دي وحو نقونا يا بيه هذا العلماء ذو صنو أيو نقونا يا صنو دنا وحالي هذا وحي هدا سمين أجرات كه ليسو هدا سمينينا أن إلهي كورها عن نبا سنة لي لهذا صنو كه بحيدة مركا مركا سوكر وحو نقونا يا صنو نقونا يا وحنا نقول يا ولي العلماء ذي جهدين طلاقه مركّة قارقود واجب ونقول يا واجب ونقول يا نيك هادو سمين بوايو قبل يزوج وفر وايو أم حاسك وفر وايو كده باب يهبه مركّة هسوا حي جهدين وحكم ذي جهدين نيك بابا كده أرتيب حاسكيس وحو يري والله بنا الحاسك قال لسه حني أما تابني نين أفر بلاد ولوك هذين هي ولا سوية دي أفر تاب لود مرة دول أرتيه ولا سوى يعلم لكن ما كي أفر تير لما تو ولا يريا والأرنت هذه كان نقول رجال كذي ما جرنا يسأل دب أقول نقال لورنايا أو جبر هذه لسه حال لورنايا دب نيو جور هذه رجال كذي أقول نقال لورنايا هدود دي ذات واجب حقوق إنه فرو
يعني وإما إنه النقض أو الأرتيس كان نقض أفر بلوت هذه بحسنتي وإما قبل إنه مركع فرع واجب النقض يسا وحكى له واجب النقض يسا باليري حديث نبدعه مشاكل على الخير كي مشاكل باكد عي ويهشين وين مركع ساعة وحلاقة دريل لبا حكم أو من نكسر هذا قبل ده حاجة هذا من نكسر هذا نك حجز لبا ذي حكم بقى وحيو أركان مصلحه لبا ذا روح إن لك الجيو مصلحكم يجترت إني وذا شوغان مركر لبا ذا روح وحي مصلحك يجترت إن لك الجيو أو مقرس لك الفورة واجب بين قرنسا مركع يذا إني فران ونك قبل دي سو فرا واجب بين مركع نقرنسا مرة حرام ونقر يابا حرام ونقر يا وين ننكي من قرن يسا قبضي أو حيد قبته أما قبضي أو ظهري أو تري أو فر حرام ونقر يا قبض حيد ما كي قبته إلا فر ماها مركا أنا حرام مركا أحكام أهان أنت هاس بيع علماء ذو كوسا أوريو يلي أحكام تي سساس وقيس مرة وح نقر يا مباح مرة وح نقر يا مكروه مرة وح نقر يا سنة مرة وح نقر يا واجب مرة وح نقر يا حرام ساس أي لحن بالله توفيق وهاك أخير طبعا حكمة دمرك الشرعية كتير تاي محيط فرنكا فرفورة شذي ذهران حكمة ده هسي بان هور مريي وحاوي وحا كتير تان حريسوي محايا لوضع الروح هدي انتي اللي سكون مهيري اللي يدهدو هدو وضع نولاد ايدو وضع نولان ويان وحادنا اللي يدهد مكلا بحيسان هدو مشاقة يا دباتو مشاقة يا دباتة يا دبكاس شراء إن لغو يريو وأن حريسوه ومحاسنة إسلامك أوليه هاي إيا نحريسة إسلامك ليه هاي إيا كومن تفرتانك مركا دوعا هدين فرتانك يكو كوذي جرنو وحا وحا لغو فرياي مهادا نبو نقون كرا مساء طبعا سنان انت بدان عرقني إن وراق يا عدين لكالا سيحيدو أو لغو كالبحو فرتانكو أصلاحان علماء وحيدة هذان لبا طريقه أما لبا قيبود بوليه قيب وحالي هذا صريح بالي هذا يعني ألفات عط وروح كوها الله وقوي له هذا قبر يهي وان كفري أو قبر يهي صدح قبر يهي طلاق بكفري كران كفري وقوي له هذا العط إن أونيك اللي يماده صريح بالي هذا ووحك الاحتمالين وروحي لو شيقة وقرنا يا قبرنا إلا فري صريحة سي عط أما أفا كسوا بحوصي ذا هذا هو أينو تلمانا وأفا كوي له هذا أما الرسالة هكو قره وهي له هذا الرسالة ذا نتو قره هي له هذا قابل يهي وان كفري نتو قابل ما قاعد يشيغو وهي له هذا مركا الطلاقة سي صريحة قيبتا هوري صريحة إنكو مقعبنا قيبتا اللباد يحيكتا كناية لي له هذا كناية ذو حوي اللفذي محتملة وفريتان كينا احتمالي كرا وحن فريتان كي هينا احتمالي كرا قبل انو كجرا بتال هاي وحو قبل انو كجرا كحرير كي نقاد كحرير كي نقاد قبل انو اعتمد مارك رير كودي با اعتمد وحيث انك هو عيسو فري وانك محو كجرا كحرير كي نقاد بو يجو 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 موقت كناية ليها مارك الفات داس وكناية محايا كحرير كي نقاد قبل انو كي نتقوط وزوزي يارو وصوار انو ينقو كرتا تا قبل انو حمس كوبا كان هي الرير كي نقاد وين نقول كرتا ومحتمل وكناية لهذا بركة وحاجة هذا الطلاقة كناية ذا وحبها هي نيو أبها هي نكيب اللي ويدينا يا والجواد غير كآت ما حد أقوله شيء هدول إذا هذا حد أقوله شيء غير كذا يسوى باقات الجواد هي ما فوري ذا كحرير كذا كنا قال الله رنا يا هدول إذا ما فوري تام بدو أقوله شيء ذينه وحنا حلو قلنا هي مركة يا الجواد هي واتفرن تهاي هذا وقوع كذا بالله رنا كناية لها كاس مركة صريح هنا وكان احتمال كأن جلهنين وحن ياء وما بار قواري وانكو فري هدو يلا ننكي هدو ألا وان عياري اللي قد يسن مهي وكاد ضلاقة صريحة جدهن جد وهزلهن جد كسكي سنوا كس كمي إي سنوا كس مركا وحني أباهي هي مجرتو طريق كلا يجرتو وصد حاضر طريقا وراقها علماء مركا وراق باسي إنا وحكو فرميسا شكي كمجر لكن وحي يدهدن ما الطريق وحال الرعين يا قيبتا صريحة بالله راعينا يا مسوح الله راعينا يا قيبت كنايا الله راعينا يا جمهور العلماء علماء ذا أنت أب ذيهين أردن وعيد هذين وحال الله راعينا يا قيبت كنايا هذا قيبت كنايا وحين النية أب هنتهي بالنري معنى هذا وحاول إنكم هذو وراء قره
وقبل يس أنتوا كعد يجده هذا وافري يجده هذا استقالوا يجده يا بدهن والله أنتوا بدينهين وحلو يدينا يا محد ولا شيء هذو يفرتان بنا ولا تبغى فرنتاي ما يهدو يجده هذا ما يون فرتان سكير قروح سنة يا بلوت بالطلاق صدق أقرمه يا قبل إذا ما قاعد صدق أقرمان ولا شيء هذو يجده هذانا والله سيقول بدين وحيده هذين ما يمفر بيس وحاي إلي كتابا وحال راعينا يا قيبتك كنايا ذا الراعينا يا قرال كان القرى وحال وفر أيه وحال راعينا يا قيبتك كنايا ذا الراعينا يا كنايا أنا وحي أبها هند نيو بي أبها أنت هاي مركه هلك أيه مري ومن هنا بمركه هديو قبل يسوي أديره إيميل هادو وراق قرأ أصلاً وكله هادو مثلاً بتكس مسج أديره وكقرأ المهم وحا إن له بصدقون إن كان إنه قبل يفوري إنه واحد نورت يسري هاي إنه فوري إنه فورتان أولي شيء أنت هذاي دعوة الله بصدق إنه يسري هاي سجن عدي ويده هذا حن أولي شيء فورتان وحاول قبل ده وافر ميسا وكفر ميسا واحد على الشيخ مرح قاركود طبعا الله وقف وقول وده دكاني إن سكود عاني وواح معقولة طبيعيا إسقون مركان نكي أو نقول شيء ذي بفورين أما أنا كجونين أي عرح ككنسة لكن بعد هذا كهوا دعيت بديت وكقومين يروحوا لي هني وأنا قوم تشيدين وصارت هذا هذا الشيء كذي مركا محن نقطة هي مركز أرتا هدو عراء نينك أو كفره هو يده هذا أنا دلقة وحقيقة كان عراء عراء ذا علماء ذو حي كليهين صد حق هيبوط وحيليهين عراء ذا لفيرا يا معيضا صد حق هيبوط وقيب سنتا عراء والئة وروحي يعني وحلاش يجي مين وسوي حبه أوجين والأورانة كبار هذا واحد فرتي بس نقوله ما أوجي قار أم فري تاس وعوالي روحوا على أنا مرك وحبه كم فرمه سكون راعي العلماء ذو هير كان نك هدو قارو وهذا الكيسي وحو يري وحو صليهن وسنك الجرينين وحوي تاس وعوالي مرك وعلي هذا يتهينا عرضه هير كان قار دي روحي وحكفورة وحبه كم فرمه waxaa jirta mid kale oo culimadu yiraahdeen caro waxaa jirta marka ruuxu uu caroday laakiin caradii go'aan soo gaaray asaga tashaday wuxuu ku tashaday in uu islaanta furan mooyeen inuu san noolaan karo soo tashaday laakiin car haysa laakiin ma soo tashaday taasi isna islaanta way ka furmaysa caradiisa waxba laga soo qaadi mahayo maadaama isagu go'aan soo gaaray caraha hayso go'aan soo gaaray waxa weeyaan go'aanka uu soo gaaray ba markii la xukumaya marka wala xukumaya waxa leeyahay gabadhi waa ka furantay waxa jirta mid taa u dhaxeysa oo ah ninka waa caroday carada dabada ka riixaysa laakiin uu garanayo wuxuu leeyahay was control ila yahay laakiin caradii ba waxay ka soo saartay wuxuusan u jeedin control plan marka midaas bay culimadu isku khilaafeen sida loo badan yahay way ka furmaysa sida loo badan yahay way ka furmaysaa maxay yahay nuqus la yahay gabadhiisa ma furo niyadana ka soo qaado haa haa hagaag furri wax sahlan maaha dabcan waa qoys tan oo burburaya halka markhaatiima looga baahnaa markaas in qofkii wax furaya ama markhaati ay macnaha garab joogan ama wax cadeyna ninkana haduu dafiro kale warmaba oodan boo saada sheegis maba oodan haduu yiraahdo way fiicantahay maqraati inuu sameeyo laakiin shardi ma ah oo la dhimaayo dalaaqii haddaan maqraati loo sameeyo dalaaq ma dhicin lama dhaayo laakiin waa shay fiican inuu maqraati u sameeyo waa wax fiican wey oo sunna oo wanaagsan wey laakiin shardi oo ma aha dhicitaankii dalaaqii iyo dhicitaan la'aantiisa oo ninkii haduusan maqraati u sameynin islaantiisi kama furmaysa lama dhaayo islaantiisi way furmaysa ama maqraatiha u sameeyo ama yuusan u sameynin markas islaantiisi way furmaysa laakiin waxa wanaagsan إنه مقرات أسمه وشيء وأنا أسمه شيء هذا وأنا أسمه. وهاك مرة كاركود ضاع فرنك وحقيب كقاطع والدك. والدك وحلاقي يا بين أنا جبرد أو كلا أنا يحب يكون هين. أنا كوك نعسنين. يعني سكستوا هالنقطة. هذا مرة والدك كوك خصبان وكبير هذا نيو حاس كاجا. دب بضم نوجا إيمان إسا أما يحب يكون منهن. أفر. والدك هذا داعي سا. مساء حاس كذا هاي السنة سيد كو ميسام ميسامر والد كو واحد وجبرنا القبطة وكو كهانايو أما وكو دي الدنيا هاي
أما أكلية هي كفر هضيتها وح شرعية وح دينية وح كصابس الأخلاقيات إسلام كهضيت وقبلي وح كدر يوم أخلاق وح كدر يوم قبلي وح كدر إنسانية هاي سيدي للربيبة إني سن دينتي أقول دقميني هو ذا داعسة ذا داعسة وذلك وطوع داعسة مركا إياد ودي يليسة ما هدي سوالتكو قبل هانو سكيني عيبي هاي وحبا أومد من لب مقار سينين بلا وحلقة يا بابا إنا أجد شوانتا هاي لكن شخصية ذا هانبو بس كان عيبا وحكونا عيما جرت مرها دوالكو سيدا إيا هاي وحاها بونيكو إنو سكال وحو حالي سكر لأنه وحول ليه على حزوس تاع ومسكح هذا أي شيء جيسه نبى وحوي من أن يرى بوحوي من أحمد بن حنبل بالي هذا فلازم يا أباهي بإلى إسلام تا إسلام حاس كهذا فر ما أضيع مسوي وين يا لما كاسوا ما هداعين هداعين بكويلي كاسوا يسوي متشرين حديث عبد الله بن عمر ويلي أنت ويلي من أبيه قبل فرير النبي محمد صلى الله وسلم عليه وكي أباها أضيع وفرصة من كان كاسي ها واجري لكن أباها عمر وكلم يهيب أباها عمر وكلم حيال عمر قبل قرد ركو مهيسن إني فلانة تايدرت يا دومان نعمين لكن أباها عمر وكلم يهي وقبل وح يعني صح هما كد يدينها مسكو مديدنا بركة وحاها بون روحو سوى والد كينا إلى علينايا إنه طريق يكهل أو وحكو حليه ولي مهند يا أحبان وهكاك هدي هوين هذا اللفري أنت عدد كوشرتو وحق موقول هذا أمر نفقا سيكي ذي أمر نكي أمر كافري وأنت عدد كوشرتو طلاق الله الله قيمنا يا إنه يهد طلاق رجعية ونينك حق أولي يهي انت قبل عدادة كوتشة إنو سوء عشدو إيا طلاق بائناء وأوصن نينك حق أقول هين قبل إنو سوء عشدو هدي قبل طلاقو هدو يهي طلاق رجعية قبل أما أور هيالة اللفوري أما أور يسان لهان أما عرور ها هايسو أما عرور يسان هين waxay ku leedahay ninkiisa waxay ku leedahay nafaqadii iyo dagaankii labaduba way ku leedahay nafaqo iyo dagaankii guriga ay degi lahayd waxay naagay ninkeeda ku leedahay oo dhan bay ku leedahay oo ahayn haddii dariiqan soo xidmay ee furitaanka aan ahayn wixii kale oo dhan way ku leedahay haday tahay dalaaq oo dalaaq baa'ina ah waxa dalaaq u dambeeyayba مر بفوري قبل ده أنا مر لبعض بفوري هل طلاق أودا بيو فوري وبائنا لهذا وطلاق بينونة كبرى قبلنا وحي كبا انتي بينونة كبرى ويكبا يعني كذا ايكا كتكتي حدي سن اور لهن قبل ده سن نفق مالي لكن اور حدي لا ذا هاي وحي كل هذا هاي نفق ايوه وحي لا ذا هاي يدقان كي انت بوي لهذا وحينا كل هذا الما هي كل هذا يضم قوني هان او مالي اوركا اي لا ذا هاي درت يد بي كل هذا اوركاس بي كل هذا وهكاك نكي مركا حاسيسا كفوري صدح ذي بادي قطعي بحنا قرس حاركيسو ورطة صدح ذا والله إسراعي وطلاق بدعية اسمه له راع ذا صدح ذا سيدا أسألك ويكفر انت إسلانتي سي وحينا كفر ميسا حل طلاق بك كفر ميسا ويكفر انت إسلانتي سي لكن حي كفر ميسا حل طلاق بك كفر ميسا انت أصغرنا وحلقة سوق هذا يا حل طلاق بالغ سوق هذا هل طلاق بالغ سوق هذا وانا كفر مسا هل طلاق بك كفر مسا تهدو طلاق ومركا ونين كان هدا كهر وسن صوفرن قودنا رجعي لي هو سوء عشان كره هدي طلاق يو دنبيه او صدح دن ويرين هدا وحا سودن دا قود وي كتغت هل طلاق بك كتغت المهم وحاوي صدح طلاق يلا ود طلاق تبنا هل ميلكم هو دعان سيده اسلك وحاوي قود مركي لا فرايو ان هل طلاق لو فور هذا اللي سوء الشذو هذا أنا أكل الغفرة هذا أنا أكاس سدال الغوة ذو لكن صدح ذي بانكو غفرة يدو يلا هذا وحلقة سوق هذا يا صدح الموضة دعيس لكن دلاغ وضع يا دلاغ وضع يا لكن صدح الموضة دعيا يعني. واحد عدم مرة كان كود مرن كأيو إنه كده يراضو اللي بدهم قفي مركها إسفري
طبعا أنا مر كان ديكو أنا وراغ ديك بدي سين إن مدة استبدت شيء تمام أما نكيا ويرادو وراغ دك سين مايو يسوع مر كان كبر دك أنا ذي كبر إن تي إن لك بحق كل هذا هاي إن إنك مر كان وراغ دك سكتو أما إن تي إن لك بأود كل هذا هاي إن هدي أو نكي دي ذي وراغ دي إنه سيو إني إسفا سخدو أو بلاها كلا علماء دا إيه مساجد دا إيه حفيسي دا إسلام كأي تكتو إتراد نكي مدة إنتا لك بيوغا هايستا ورقة دا إذن كما هايو مركا وحن ربا إنان إسكفا سخو يعني عدد قو أني مجرى ورطا كابر دا سيدا أصل كأ إني ننك إذا دلاق ويديستو مبنام بدون السبب إني إتراد ننك إيه هاي فرال مايا لما أقولو هدي مركا قبر دي بدون السبب نكه دي أي ترى هذا إفر حق عليه نديده حق عليه ودي ذكره سوى بيلنا أيه سوى وحول سوى هذي عن هدال أنت كوه يادي ون إفر لسه يستعد كفر ما إنه حق عليه أنت يدون تكو قاعد لأن إفر تاعك يقدر هذي نس حير إنه نكه هذا إفر ترى هذا بدون السبب بابر أوب بنانين بأمريكا كوبادوي وحاسو هذي هدي السبب شرته oo gabadhan ninkan uu la yaacay dib uu ku haya darteed ee fur ay u tiri ninkiina ay noqotay inuu san dhigin dhaqanaynina kumana dhigayo kumana dhaqanayo ayuu leeyahay wax waqti oo u goon ma jiro markasta oo dhibka dareento waxaad dhigi kartaa ninkayga halay soo celiyo hay dhaqdo ama ninka halay fasaxay dhigi kartaa والضرر يزال دم كان ولا زولين هي لما أقوله إن وحلا دي والله ما أقول لا ضرر ولا ضرار إن هذا واحد دبتان الله ما أقوله ده هذا هو اللي يقول إبان هالمركز شرع الإسلام كم ما أقوله مركا هدي يقولين كي هير كاية هاي حاوي جواد ومر الله مركا دب كدرانته مركا هو حيقول جينسا ضد كم أهل كأوها أرنتاس حيلا مركا أمنين كي لقنا إيجا كهنا أما ديال إيجا كهنا dadka kasta ninka waxay oranayaa go'da ama dhaqaa wadhiyo haduu diido yiraahdo ma la dhaqan ma dhiganayo maxkamadda wax fasaxaysay u tii karta yaa waraaqda wax qaadan karta waa haweeneydu moodiisa ka tan ninkeeda furitaan oo dadku hadda saa sheegtay laakiin haweeney hadaas ka u dhigo haweeney wax ma furi kartaa ma haweeney wax ma furi karto waa sax الطلاق لمن اخذ بالساق طلاقه وحاسك له النبي محمد صلى الله وسلم عليه روح الردن كقبطة يعني الردن كجواد الروح كقبطة يعني نين كجواد يوم هرسين تبع طلاق اسكله نين كطلاق نين كوحوح فوري كراء وكلية نين كوح قبا أولي بشروط كحنا إنه يا عاقل بالغة إنه عاقل يهي بالغة ولي بقى نجاده يا وح فوري كراء وسن مكره هين من الإكراه ين وسن هين هذه أذو أنت أهل وإكراه هيو تروح بك عم فر ماي وينو نك عاقل يهاي وحفر هيو بالغ قان قاعد أنا ويا هاي مكره روح لإكراه هيو لو خص باينا وسن هين إيون نك كاس نك هو كاشي هذو أذيك روح أذيك أنت هس هذا أذو إذا أنت روح كله أو ترى هذوني هو حن أتكفيل إجتها ما وكيل أذ إجتها هاي كورد إذا أذ إفرت حاس كي أذ فرتو تروح حاس أذيك يكون متلية وحو فر الكلام لكن نين كراه وحفوري كرا ما تشيره نين كراه وحفوري كرا ما تشيره وهاك طبعا لبدي قفاي سورة أبض با دحيا لا أبض كاس مر ما كده شيء أنا مثلا قاضني أنا قاضني شرعيا نهار دين ثم أباه توصل رعين سام سوى يده دين تينو ودين عدالة عدل كوسا ليسا عروت أم هبل هرع أم هبل ليه ميسو مراحل بالا دورة يا عرورتو لبدا الروح مد اون اي مصلحة اوغو جرتو عرورتا انت بادل انت اير يهين وحي مصلحة اوغو جرتا هو يدود انت اير يهين وحي مصلحة اوغو جرتا عرورتا هو يدود عرورتا انت اير يهين وحا حق حضانة دا ايهين تيدا اسكاله هو يدود با اسكاله مرك أبيه وحكم مصروفة يا أما كبي لا يهويد عروت يهويد بحق ولا هو هينس حق أسع فوق هذا شروط كحران شروط ده وحكم إذا هديس نجور سنين لأن ما أعرف نك له هذا صوغ له حق حق الله بهن عروت إنا سيس إنا سيسين بعد عكرتا
إن قصيد قال كراعيًا حد يس نين أجنبي أقول سنين يعني عروت نين أجنبي كأ حلو شيء ذا هدي بقرابة يع نين كان هدي جورسته ولي كم بحس حقه إذا واحد ستة مثلا بحاجة جورسته يبقى إن أدرك نين كان إن أدرك يبي جورسته يبقى هذا نين كان إن أدرك مر هدي جورسته هذا عروت أصلا أدر بويه سلانتي إنه صن لبضا إذا حق عروت الأقل كسو قاعد ما لحي كارت مركه هدي سن جورسين يضع حق ولا بيد هذين عروت أنت يريهين إلى حد الدبتشر إلى حد تمييز لحجر تدبتشر سدتشر أي كسو قاعدان سدتشر يا أنت مركه يسوق قاعدان مرحلة المهم ميل كسو اللي جيبه ويستايكر يسوق قاعدي مركه هسي حدنا ولي دين تعدالة هذي بصعته المهي بقى الخيار قلنايا أباها يهوية ذا مدى لمدكا رفت الرعب الورنايا أبيه بقى هلكا اللي سوي استعجينا يهوية ذا هلكا بقى اللي سوي استعجينايا وحلونا واتا هوية ذا أباها نوكاس كلا دور كلا دور مدى الرعب مدى لمدكا رعا مركا إصاقا للرعينا يا إن شاء الله شيخ مركا قاركو دوحة شرتا وضمضن قلبيت قلبيت كينو شوكنا انت بدون ويد بديهين وضاتكو انت بدون حكا عوضان حاسك ايو والله يقدري تلفون كاسا انت بدن لها استا يعني هي وحا سعودا اسمان دافي هذا اللفر بدن با سعودا حاجي قبدي والله شاكينيا مركا راك انت بدن حيلي هين وانا لغو دري عمل مركا تدك بالكسو قد محين نقنين حالكو قدتك رير اسقبا او اسجعل وددقين اسكو دري اما يعني هي كفا ايدي سنيا ودنبي وبروح أما هاي إسقابانة أما آن إسقابين إلا سود يروى دنبوي لما أقول وانا دنبي آد إيا آد وين قطات روح اللي يلاهدنا كان نما قلوا روح داتك إسقود درترا ذو الوجهين يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ينقل لنا وجه سبع ولتك روحك لنا وجه ولتك وحاول ودنبي آد وين ودنبي آد وين دنبي آد وين وين dan bi aad u weyn waxa ay xadka telefoonada ayaan galeyna markan hello assalamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wal ku soo dhig barnaamijka iftiinka nolosha baadu aad u dhawayn sala sheekhina hadda walaal wa hagaag walaal aad u magacaaga ku bilaabaya su'aashaada soo daa insha Allah walaal magacay wax weey maxamed sharif waaye london baan joogaa insha Allah haye maxamed soo dhaw ha waay walaal waxaan weydiin lahaa sheekha haye madam arinta guurka waxa laga hadlayo ha hadii yani ka soo qabo yani gabad aniga aan dhalay oo yani nin igu soo doonto ninkana aan xoo aan ogaahay yani inuu yani wiilka uu xoogaa yani oo yani horga ama wax si kale uu ku dhashay aniga aan ogaahay aan xaqiiqada hayo marka yani ogolaan karaa oo masiisan karaa gabadhaas yani wiilkaas yani gabadheeda masiisan karaa waay su'aash kuwad wal internet ka bixin maxamuud sharif walaal su'aasha xogaa nooma kala cad marka fadlan noogu su'aalaha raaliya ah waxa way waxa ir gabar aan dhalay haa ayaa waxa yani kasoo qabo midal nin wiiliga soo doontay marka wiilka yani oogaa yani waxaan dhaliilayaa aanba garanayaa yani inuu san yani sharci ah uu san ku dhalan waa gartay si fiican marka masiin karaayo wiilka gabadha ma guurin karaa yani waa war cad way su'aasha su'aadaha haye talabaadna aa marka talabaad hadii yani ilaahay uu yiraahdo adiga waxa weey sheekha hadda waxaan ka maqlayaa yani inuu xoogaa iyo bayaan iyo doonayo hadii yani kasoo qabo yani aabi aniga dhalay ama hooyadii ay itiraahdo yani naagtan iska fur sheekha wuxuu yiraahdo isa sabab yani aysan jirin yani aaba lama adeecay ama waalid marka aayad yani waxaan yani aan ogaahay oo yani kula sheekha asa iyo bayaan doona insha Allah yani asa yani aan sheekha noo ah ورنيس يعني وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم ولا تدعما سوما يعني حديثا أي والدك وحشرك وسن يعني تلك موي وحكلات يعني إن أتكو أدعي كرن هدي وكوير هذا الشرك سماه وني يعني تعرض كل أدعي كرن لكن هدي ويا يعني وعن إسكفر يعني سوينا أتي عما تاس إنه حوار الشيخ إن شاء الله يبي أنا دون إن شاء الله واو أدبض ما سنت شريف ولا أدبض ما سنت شيخ ناقم غليا سؤال شو رفضي أي سؤال شكو بعد ها وين فهمي محمود شريف عدي ويلكو نفي عن يهي ومسلمة أما مهيرها كودة شامي يوسن كودة لاني ناسا وآيادكو ماله
waxay labadiisi waa la sameeyeen wax dambi uu isagu ku leeyahay ma jirto marka waxaa habboon inaad gabadha u guuriso laakiin haddii aad dhaliilayso dhaliishuna ay tahay ninkan cibaadadiisi iyo dhaqankiisa isaga marka iyo akhlaaqiyaadkiisa hadday tahay gabadhaada waad u diidi kartaa laakiin ha ugu diidin ninkan wiilkan hadda wanaagsan ee muslimka ee masaajidka ku tukanaya hadduu qaabkaa yahay in uusan meher ku dhalanin ha ugu diidin gabadha maxaa yeelay isagu wax dembi uu ku leeyahay arrintaa ma jirto dembiga waxaa iska leh waalidkii baa iska leh isagu waa nin muslima oo wanaagsan marka ha u diidin gabadha haddiise si kale aad isaga u tuumaysa akhlaaqiyaadkiisa ha gabadha waad u diidi kartaa adoon ugu diidaynin qaabka uu ku dhashay laakiin ugu diidaya qaabka uu hadda yahay gabadha ugu diidaya waad u diidi kartaa su-aashii hore ee waalidka aynu ka hadlaynay waalidka waa run waad adeecaysaa mana ahayn hadalka sidaan unin waalidka inaan la adeecaynin waalidka sida wanaagsan weye haddaad rabto waad adeecaysaa waalidka waad ku adeecaysaa laakiin haddii waalidka uu dulmi hadduu wado oo gabadhan uu dulminayo adiguna haddii dulmigii aad aragto isku day si waalidkaana aad ku kasbato gabadhaadiina aad ku haysato isku day yacni dulmigii adigu garab ha u noqonin dulmigii garab ha u noqonin wataan ku yidhi axmed bin xambal baa wiil u yimid baan ku yidhi maqlaysa wiil baa u yimid wuxuu yidhi aabbahay baa wuxuu ileeyahay gabadha xaaskaadii fur markaasu wuxuu yidhi ha furin axmed bin xambal wiilkii baa wuxuu yidhi sooma jirin xadiis nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi cabdullahi bin cumar uu ku yidhi aabbaha adeeco islaantaada fur mar haddu aabbaha fur ku yidhi haa bu yidhi waa jira xadiiskaas laakiin aabbaha cumar oo kale ma yahay bu yidhi macnaha fahan aabbaha cumar oo kale ma yahay cumar gabadha ma dulminaynin meesha marka hadday dulmi jirto hadday dulmigaasi inaad xalisaa loo baahan yahay dulmiga inaad garab u noqoto looma baahno haddii si kale aad wax ku xallin weydo hadday waalidka ay maaramaare soo istaagto oo hadday adigii ma garanaysaa si kale adigii waalidka inaad kala go-daan ay noqoto oo heerkaa kula gaadho waa mas'alo gooniya marka iyadaa de waalidka iyo adiga inaad kala go-daan ma aho heerkaa kula gaadho laakiin isku day inaad wax xalliso waalidkaana aada soo jiidato gabadhaadiin iyo xaaskaadiina aada haysato aabbahaana dulmiga aad ka qabato ilan dulmiga hadduu dulmi wado aabbaha inaad ka qabato ayaa loo baahan yahay ood u sheegto sidan inay sax ahayn marka sida aad ku fardaaso billahi towfiiq wahagaag khadka xiga ayaan galaynaa halo asalaamu calaykum asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxma kusoo dhow walaal barnaamijka walaal waa ku dhowahaysaa iyo waran sabama wanaagsan idiin alxamdulilah walaal waa magacaaga halkeed kasoo hadlaysaa walaal magacayga ummi axmeda la yidhaahdaa haye oo maxamed soo dhowow waxaa kasoo hadlaya london haye waxaan maaragtaa rabay inaan maaragtaa sheekha aan su-aal weydiiyo su-aashaasba ah maaragtaa qof maaragtaa nin oo salaada maaragtaa ku xun ma loola noolaa kara camal ay tahay marka haddii la yidhahdo dukoa dukana ku dhahayo ama shanta waqtiba aana isku xirayno waqtina dukanayo waqtina iska dhaafaayo bal waxaa raba inaan sheekha su-aalo waa hagaag waad mahadsan tahay ummu axmed sheekhu waa ku maqlayaa salaada ku xun ninka salaada ku xun horta waa dembi aada u weyn weeye salaada kulliyan hadduu oga tagaayana hadde waaba meel ay culimmadu gaadhsiiyeen gaalnimo weeye oy leeyihiin diintii wuu ka baxayaa ruuxaas marka calaa kulli xaal xaq waxaad u leedahay ninkaasi inaad haddii intaad waanisay ood si fiican oola hadashay oo tirwanihu salaadan ilaahay si fiican u tuko oo hagaaji kadibna aad ka xaal weyday xaq waxaad u leedahay furitaan inaad weydiisato xaq baad u leedahay laakiin waxaad ka horreysiisaa xaqaasi waa xaq aad leedahay ood ninkii aad weydiisanayso waxaad ka horreysiisaa ninkaasi inaad waaniso oo aada isku daydo bal salaadii inuu tukado taas isku day haddii marka aad ku quusato xaq waxaad u leedahay inaad furitaan weydiisato ama fasaq aada weydiisato hadduu ku furi waayo wabillahi towfiiq sheekh isla su-aashaas ummu axmed
طبعا هذا نوقفكو انكرات او لين مثلا سلاد ما جرتو كلا يعني كاسي حالدي سوما هلكان كغا هلمينو لكن انت بدو حد اركتها يعني عاجز اهان او كلا سلادي اما ان تكنين اما كبودبوديه اما لا يابا جمعه كليه ان تكدان ايغون كاهن انكرات ايو نقدن اي توتال نقدنيان لكن اي كتهي عاجزنمو بل كور اركاس المسألة قيبت هراء بيوخو دو عيسى ورططارق الصلاة محوية حون كيس مدوى الاسكوة دوا فقصيها علماء ويسكوة رعصيها هادي ننكن تارق الصلاة صلاة دوحو اوغتها ايو جحدي ديدو صلاة دو ديدان يهيب واجب نيوذي دو انكرسان يهيب ننكن وركيس وعادي هاي مقرصانو ننقال انو يهي ومجرم انو يهي تاسي مقرصانو مركا وحي علماء ذو مركز أسقوق الخلافين هدون ننك صلاة التهاونا فضايت سيبو أغا تغيي لكن حولي وان أغا هيني واجب قلت هاي شيدان بأغا تكسيي حون كي سمحون نقون هيا علماء بضان باو حيو قلت تكتي ننك أسئنو قال يحي الدلاء بضان وآد أفر بضان ويدل الشدين قيب كلو علماء ذا سكامي دان يقولون حي كتا ننك قال هين وعاسي هاي نن عاسي أروح عاسي إنو يهي بيكون تغير. بركا واحد كستو هو خضوعي لو ذا مسأله. أما لو ذا نعبو خضوعيا. تقول الله المركز تنينك وقال وركز وابعاد يهيب. بعد وركز المركز هادو عادي دينك دا قوار دي المركز هاد سؤاش انو قابك قوار هاد النوس ويدي سي او كلا. دينك عسوحو انو قال انك على قوار دي هلو انو لا كرت. هادي قول كان كلا الله فيري او اه نينك هان انو يهي عاسي نين مسلم او عاسي او يهي. دا قوار دي وانين مسلم او عاسي سيدي لو لتعالي انك مسلم كعاسي لكن محمد ماشي مره كبحين اني قاعد حق ولا هذا حق اني اقول هذا هي وتراضه انه يفر اني تراضه ماشي كما بحين ولو انك مسلم عاش ادري قاعد حق بقول هذا هي هذو عاصي نمد كبحي وايو اني تراضه ولا انه سيده كغلا نولان ما هي حقيقي سوا كبحي وهاك خطك حقا ايانو قالينا هلا السلام عليكم السلام عليكم وال كسو دو برنامجك ادك كو بلا بايا مغاغا ها مغاغي ام شكري ولاد هي ام شكري سو دو ولاد awa dowari ki qoon salaamay waxa rabaa inaan weydiiyo laba su'aalood haye waxa waay horto barnaamijkan akadeemiga ka baxsan dawaasaya haye marka ma ka qeyo wadan waxa shid qof ka shaqeeyo lacag laga tirsanayo dhimaad oo tagtiga lacagta laga tiray ma aragtay ha walaal codkaagu fadlan aad buu u yareeyay marka waxaan jeclaan lahayn xogaa haddii kor u qaado si fiican baan ku maqlahayn ha walaal lacagta tagtiga laga jaro oo yar tagtiga oo qof qaya laga jaro ha waxay dheen lacag kugu ururtay marka lacagtii ugu ururtay anigoo bixinayo oo la galay maaragtay contract inaan bil kasta lacag u gooyo waxay soo dhaceysa waraaqo ay dhahayaan haddii interest kale lagu sii saaray haye interestiga marka aan interest ma bixinayo laakiin lacag ugu leedeen intaas ay ahayd example like 4000 kale ugu lahaad marka kun bay ugu lahaadeen anigoo bixinayo lana haddii bil kasta ay soo saarayaan lacag kale ay soo saarayaan waa waxa marka ma bixin kari lacagtaana inaan bixiyana ma ogri waxa u dhayn ma ka cartinayna waa inaan bixisid haye taas qowdiyaha waxaan ka sameyn karo inaan bixin kari inaan bixin karin mid kale waxa wayn diin rabay meeshan ka shaqeeyo December markii la gaaray waxaan la siiyay lacag oo la dhahayo waa diimar banaax la soo cashaynaayo group baxa oo sidi maaratay waxa la waara bonus oo Christmas ah waa sax لا تاس العون كرنا وويديناي لا والله صار وحشتنا وويدي طبعاً سؤال شهادو مشكري ما خصيص برنامج كعاوة أو حنو كهلينا وحوي فريك أيو أحكام تيسا لكن شيخو وانو قدنا إن شاء الله إنو كا جاهل بحيو سؤال شهادو يديسا حكا تاكس كي عشورتا العقد ديني غاطبة مركز طيب وي بحسا لكن حما يطلق صوت اللعاء هدي لعقت الدين تي أذقاتي أي زيادة صوف وشي وزيادة دي انتا دي دي لي مرة كامعة فيني إنه ده هادو حق كو سامحي إنا دي دو نظام كالدولي هادو كو سامحي وواحد لبا كاس وقارينين واحد لبا هادو سان كاس وقارينين نظام كالدولة ده ده ودي دي كرتا وعدي كرتا واحني وما بحنا اللي قماله وعديه كرتا لكن هادو سان نظام كو سامحي إنو لب كاس وقارينين waadigi laga yaababa in hadho ama aad xabsi ku mudato ama wax aad ku mudato waxaan ku dhigi lahaa inta iska bixiso ilaahi dibdhaaf weydiiso dibdhaamaha ugu noqon in lacag deyn aad qaadato iska bixi
سيانا أضيغا ديب كوسو قارن سو أضيغا ديب كوسو قارن اسكب بحي إلهي ندام بداف ويديسو ديب دمانها أقول نقونين لعق نوعها سوكرا إنا قاضاتو إقربو فوليس إنا قاضاتو ديبها أقول نقونو بالله توفيق كريسماس بونس كهرال شاكتي بون بوها نعم تاسي هدي حلوسي محتر كريسماس كهرال سوالا في با معنا العقال سياس وعشي أما ميلتك أما بونس كريسماس يعني كريسماس ها كريسماس هدي درتها درتي مايا وحي دين لو بحيي هدي ذها كسابسن كريسماس كي دين هان لو بحينا يا مايا لما قادنا يا ولو أسألهان بحلال هون نقضان أسألهان حلال بحون نقضان مرها ديتها وحل لو تلقى لي كريسماس قال لو وطلق الهديت هاي مايا لما قاضنا هاي بالله توفيق وهكذا خاتك حقايا قالينا هلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة وعليكم سودو برنامجك وعليكم السلام عليكم نبي الشيخ خالد السلام يا سواك ها قادنا ورال هاي مقا عاقا ايها كتك سؤال ليسو ورحمة هاي قوليت بني السلام عليكم سعاد ليا هاي قولي سودو وعندما هلو سألو قوم مرحبين الشيخ ويديو أيه. سؤال شكرا لحيت هاي من حاصل يعني مركز أنا جايبه معه وحوي يعني هو يلا وقدرت أنا كأنا جايبه هو يقدر ومركز أنا جايبه حنقله معنا هو يلا ويكو حنقله يلون يري هو يحوي بحين مركز وحوي أنت صراحة مركز طوه أنا جايبه معه حنقا إيوه عمل كاي أنا جايبه قاضي ay duqwaan kula dhacdaa oo duqliyo waxba aan halka koobin ba marowdo marka ay dhibaato soo gaadhaan arinka marka bal diiniyan waxa ay diin ka qabashay xayna uu diyaarari talabaad waxa weeyaan salaahan qad marka la soo waxa weeyaan masruuf dheeraad ah sidoo hadda sheekhu noo sheegay oo inta xuduudda ka baxsa in wixii ma taqaan diinta ay xadidin la siiyo haddii ay dhacdo in waqtiga asiin uu yidhi aan dib ma ka siin kartaa oo waqtiga loogu talagalay hadda asiin uu yidhi maadaama xaq lagu lahaa ay tahay dib ma ka siin kartaa marka hadda faahfaahin labada su'aalo oo kooban ma rabay sheekhayna uu yidhi waxa guulad walaal su'aasha koobaad si fiican baan u fahmay saan jeclahay laakiin su'aasha labaad waxoogaa mugdi baa ku jira marka fadlan su'aasha labaad noo waadixi su'aasha labaad macnaha waxa uu yidhi qofka salaan gabadha marka furto hal dalqado kale aad ku furto waxa weeyaan inta cududa ka baxaysa waxaa lagu leeyahay inaad dhaqaaleyso gurigii iyo wixii aad nafaqadeeda inaad siiso marka waqtiga xaadirka haddaad siin weydo ee loo baahnaa intayna cududa ka bixin cududa markay ka baxdo dayn ahaan ma ku mugoyi kartaa oo dib ma ka siin kartaa baan ka wada macnaa aad iyo aad waad mahadsantahay walaal si fiican ma ku faanay su'aashi hore waxay tahay xaaskan qabo hooyadu dadan la joogta marka markaas aanay igu xanaaqdo hooyadiina kula kacdaa maxaa maxaan waa khalad aflagaadaysa khalad weeye gabadha ama la qabo in ninka qaba waalidkii ay aflagaadaysa waa khalad weeye inay dhibto oo dhib ay u geysatana waa khalad weeye curfan wa sharcan iyo wa caqlan toona ma banaa لا شرعي كان بنينين ولا دقن كان بنينين ولا عقل كان بنينين مركا هو مسألة وحاوية خالدة وحكالي وصوحر وحاوية خالد كاسية الله حلنا يو دوحي هدي ودب والدك وترسانة يوية هاي دو والدك هدي كلا مصلحين كرتا أدو انت بدن رقا لوبة هاي وحن إنا حللان oo xataa uu isku day bal horta inuu kala raro oo meel uu kala geeyo gabadhana ama ilaahay intaad wacdiiso waani oo inay waalidka waalidkee tahay u sheeg waa caruurta aad dhashay ama caruurta ay dhashay waalidkood way ayayba u tahay ku cabsii cuquubada arrintaa ka dhalan karta marka waxaan la dhihi lahaa sidaas oo la dhaqan waxa kaliya soo haray un waxa weeye haddii ay qir iyo qir noqoto waa waalidkiina dhibka uu ku jira iyadina ay ka dayn weydo dhinaca waalidka inaad raacdo dhinaca waalidka inaad raacdo ayaan kugula talinaa laakiin marka hore inaad isku dayda inaad xaliso wasaa'il badan oo wax lagu xaliyaa jira oo isku dayda xataa inaad kala rarto oo hooyadaana aad meel geyso gabadha xaaskaadana aad meel geyso marka aadna waaniso ood
يعني دينتي iyo wacdigi iyo waxo dhan tawaado usoo kaxaysato aad u sheegto ayaa haboon marka sidaas baan ku wala talinaa wabillahi tawfiq insha Allah soo sheesi labada xaq ciidada ku saabsanayd ciidada ha lacagta xaq gabadhaas ba xaq u leh gabadha la furay ba xaq u leh inta ciidada ku jirta in la siiyay xaq u lahayd hadii markii hore la siin waayay ayna ka caafinin hada ka caafiso waxa weeyaan dad way ka caafisayba waa xaq ay kugu leedahay ood gadaal ka siin karto gadaal waad ka siin kartaa waa xaq kugu leedahay waa xadka xiga ayaan u galeynaa halo asalaamu calaykum wa calaykum salaam raxmatullah walaal ku soo dhow barnaamijka walaal waa dhowaha magacaygu waa axmed waxaan rabaa sheekh inaan su'aalo weydiiyo haye axmed walaal waxaan rabaa xaas baan qabaa oo isla deganahay ilmaha ii jooga marka xaaskaygu waxay weydiisaa nafaqo aniga lix sano ka hor waa shaqo iigu dambeysa hadda ma shaqeeyo marka wixii dowladdu masiidana gabadha gacantida ayay ku jiraan marka masaariif iyo waxdaas oo waxay ka hadlaysaa gabadha xuquuq ay leedahay marka xuquuqdaas mi laygu leeyahay bacdama aan gabadha isla nool nahay ciyaalkayga iyo wixii o dhan aan islawada degannahay oon hal meel wax ku wada cunno oo wax aniga hadda gaar iisoo galaha anay jirin wixii soo galaahay ay gabadha xaggeeda ay soo maraan aniguna ciyaalka dugsi geeya waa ka keenaa shaqana waa raadiyay shaqana ma hayo lahad su-aal weydii marka su-aashaad axmed marka su-aashaad maxay tahay walaalo axmed anaa ku weydiinaya su-aal walaal si ay u caddaato su-aashu u caddaato waxaan ku weydiinayaa dowladdu soo iskuma kiin oga oo guri kuma noolidiina oo wax yacani dowladda waxay inaygu talagashay inigoo wada jira inama siinin walow gabadha gacanteeda kusoo dhacda dowladdu waxay inagu og tahay mise dowladda iskuma kiin oga labadiina iskuma kiin oga dowladdu waa sugaana og tahay sabreed ma nihin dad isla degan oo isla noolaanaa hal meel wax ku wada cunaanaa anagu dowladdu sugaana og waan fahmay waan fahmay markaa nafaqay weydiisanaysaa xaaladdu sidaa hadday tahay walaal gabadh xaaskaada nafaqo kuguma leh nafaqadii dowladdaa bixinaysa dowladda waxa ay bixisay iyada iyo adigaba dowladda ayna siinaysay marka nafaqadii lagugu lahaa ee gabadha kugu lahayd waxaa bixinaysa maadaama daa shaqo haysanin waxaa bixinaysa dowladda ayaa bixinaysa midda ay dowladda bixinaysa ayaa waxay tahay nafaqada ee gabadha kugu lahayd marka gabadhu nafaqo gooni oo taa ka duwan kuguma leh maadaama dowladdu isku kiin og tahay dowladdiina wax go-an ay labadiina isku kiin siisay waxaas waxaa loogu talagalay reerka inuu ku wada noolaado ana waxa dowladdu ay inagu wada ogtahay inuu siisay marka wax intaa ka duwan oo gooni ah oo nafaqo ay gabadhu kugu leedahay ma jiro hagaag khadka xiga halow asalaamu calaykum waalaykum asalaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu waal kusoo dhow barnaamijka walaal magacay waa khaliif waxaan kasoo hadlayaa magaalada london haye khaliif sheekh waxaan doonayaa laba su-aalood inaan weydiiyo ta koowaad ee ah saddex dalqadood oo socota inay xaasku ku furanto culimmada diidan iyo culimmada ogol iyo waqtiga bilaabatay taasoo faahfaahsanna doon la siin karo waa uga mahad celinaynaa middeeda su-aasha labaadna waxa weeye dadka aaminsan caqiidada ashcariyada maxay yihiin culimmadii hore aaminsanayd culimmada kasoo horjeeda ayagana haduu faahfaahin laga siin karo hagaag khaliif walaal barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay su-aalaha ku saabsan xagga fureynka marka dabcan su-aashaada hore ee ku saabsan maxaa la yidhahdaa saddexda dalqadood inay ku furanto ayaan marka horta sheekha gudbinaya saddex dalaaq oo israacay oo gabadh ku furanta ma jirto laakiin gabadha way furmaysaa hal dalaaq bay ku furmaysaa waxayna bilaabatay xilligii cumar radia allahu canhu laba sano kadib ayaa wuxuu arkay dadkii oo dalaaqii ku degdegaya oo aada gabdhihii loo furaayo markaasu wuxuu yidhi haddaynu ku socodsiin lahayn dalaaqan lagu ciyaaraya dadku ruux walba waxbaa furayda uu ku hayo saddexdan dalaaqood ay gabdhaha ku furayaan haddaan dadka ku socodsiin lahayn dadkan yacni waxaa way adaba yeelan lahayn oo dalaaqa way joojin lahayn marka cumar baa ku socodsiiyey ee xilligii nebi maxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi dalaaqa labada hal dalaaq buu ahaan jiray xilligii abuubakarna saasuu ahaan jiray cumar
يعني انتي ومشي تجوي لبصنا كهر لبصنا حلق وتجوينا سداس بهيد لوضع سنة كذب أيو كحكومة وسدا وكتكسيي مركا هالكاس أيه نسكون راعين وأنا إجماع صحابة لليه وحكو خلافي عمر مركا سجى مسألة ده سمي تشرت مركا حصا هات جمهوري أنت دتك وبدين هنا علماء فوق هذا وبدين إنه دعايو أيه قبان لكن سدا الراجح إنه سندعي نويه سيدا راجح إنه سندعي نويه محايا للنبي محمد صلى الله وسلم عليه حلق سي دراقة صدع له هل بوها حلق أبو بكر روها عمر لبصنا أهران ساسوها مركا قول كلاؤن أين اللاحظة إنه مركا قادر نمشي قول كذا يعني نهار مارينا إن شاء الله وهاك خدك حقا ينسينا يا قفوا كل حقا هلا وسلام عليكم عليكم السلام ولا الله ولا الكسودو برنامجك ولا الوان كدو أم محمد بالير الله دمبك على عدلية هيا أم محمد سودو ولا الله ولا الوحد دوني شيخين ويدي سؤال een odaygayga aan arurta u dhalay baa wax ilaa 4 shan jeer wuxuu igu yiri waan ku furay een dad badan wuxuu ku yiri waan fureysay ma ogidin marka uu maqnaa waqti dheer buu iska maqnaa uu soo noqday wuxuu doonay inuu guriga sidiisa ugu soo noqdo ana waxaan ku dhin ninkaasi wuxuu yiri waan ku furay diinta islaamkuna ima banaynayso inuu isoo kalo سيدي بان كو كلا مقن نهي وحن دوني يشيخ انو اذا جاهل سارو فريتان كاس انو شرعي هاي بسم الله ام محمد اهرين توحي اباها انت هاي شرعي هذي شرعي لا انت 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 نشيقين جانبك كلا ان لو ورايستو وانو دهنا ورسيدا ما تري هدو يده هدو قبادي وانكو الي وانكو فوري وحضرنا وانكو إلى مركلة وانكو فوري مركز بيحون بانو صارك الرا لكن هذا ما دام استجي وحفوري أنت خصيصي وصنا هاي الروح هذا سؤال شيء إنه ويدين أيوه وحنديه لها مسألة هسي إن نك الله يرو أنت العلماء ما يش أتجوكتي يحفظ هذا كنت علماء أنت الله حجيله علماء هسي نك إنه ويران ويمشى كنان أي أنت أيه ذا كهوب صدان مركب كوب هذا كهوب صدان ويدهن ورسيدا ما تري marka hadii marka ay ka hubsadaan u yiraahdo ha waan idii marka iyagu jawaabta ay ku siiyaan ayaa haboon laakiin hadda TV gan jawaab halkaas kama saari kar ma waxa yar waa mas'ala qadaa hukuma oo de gabadhii way furantay ma furmin ee mas'ala diin oo si gooni ah isku waydiinaya ma aha waa nin iyo xaaskii oo hadda adigii bay soo wacay marka waxaan ku dhihlaa walaal inta waxaad la xiriirdaa culimada meesha aad joogto la xiriir isagii ha loo yeero ha la hubsado kelimadaas aad adigu hadda leedahay إن ويري مركا جوابتي وحكو سينا سمركا علماء حكو سينا بالله التوفيق وهكاك تاسو حياة أم محمد أو نغسو وعدي لندن خطك حيقا أيان قال إنا هلو السلام عليكم وعليكم السلام ساتين ولا الأدبة اللو في عيني كسودو برنامج كادو خبلا بي مغا عاقا ودو هاي مغا إيق أم محمد وراي جرما كان قصو عبدا أيه وحان ربي شاق الله بسو ألنا ولديو أيه والله مغلا يولي سودو mid waxay tahay wuxuu yiri gabadha ma dalban karto sabab la'aan dalaaqa gabadhii hadday dabeecad ahaanba ninka isku fahmi waayaan oo ay ka soo horjeesato ma dalban kartaa ay badtiraada ninkan ma ballan noolan karo mid waa taas midda waxay la xiriirtaa middaan gaalada christmaska gabar aan dhalay ay tukaanay nadiifisaa 24 bishii December wax yaroo lacag ay baxsad ugu soo rideen lacagdaasna meel aan iska dhignay lacagdaasna ma cunni karnaa mise haddii xaaraan ay tahay isteen yeelnaa waxaa caddahay walaal labadaas su'aalood labadaas su'aaladan rabaa insha Allah gabadhu ma tafan kartaa furay toor gabadhu hadaysan ninkeeda dhib ku qabin ninkeeda hadaysan dhib ku qabin oo ninkeedii gabadhii uu dhaqanayo لكن طبيعي أهان أي قلنا عدي نك لو روح بنا آذن وإحنا وجعلان كرا روح وإحنا ونعي كرا طلاق مدى البنا يساء وصائل كلا أما الضريقة كلا يكون هذين يسا نك إذا كبعض مثال أهان وحي سمان يسا واحد لي هذا خلو ومعنيه يسوي يهي نك طلاق إنا يكقضاته طلاق نك إنا يكقضاته ويتانيه طلاق هذا يفرماها طلاق إبا يكقضان يسا بدل بي بحينا سال عقب بي بحينا سال عقب مهير كيدي مهير كي وسيها وسو عريسو
أما العكلة بحسي سي مركة طريقة بيكون رأسنا سي لكن إفر ما دهيسو فريتان كله ما أقلو قبضوا السبب لأني كذا إني ويدس بل مال أذك ينبي محمد صلى الله وسلم عليه بوغارسي قبضوا أنك هذا سبب لأن طلاق ويدسته لكن هذه أنك إساقو أكون لقانا هي واحد لبا أذن كلاك كل من سي أهان أظن على أنك وأنك أدنى نولان لأي أصدق حق أنك قدنا هي ما هنا نكي معرفة أما كعرفت أما استيسيس أما كان ترى هذا حقي هذا سيد وجودنا يا إن ترىوني هو طبيعي أهم بان سكو كاريلا أنا هاي وحن سكو ده هذا ذن إحسان إيه سمين إنه ذن يفورهين وحن كار ربا إن جقدة تطلاق هذه مركا تانا عدي وننكو أما ضد كلا الله كاشته أما يسقوا وحلاقي يا بهير كجبر قاعدي إنه صن لسه نولانين marka sidaas ayay gabadhu isku fardaamin kartaa oo dalaaqi waxay ka galan kartaa dalaaqi bay ka galan kartaa waxana la yahay quluuc dalaaq lama yahay quluuc baa yahay masaladaas midan Christmas ka hadii aad lacagta meel iska dhigtaan arimahan arimo diimeed loo bixilto loo bixiyo ay ahayd Allahu musta'am waxa weeye lacagtaas waxaad ku bixinaysan masalixda guud masalixda caamka ayaad iska bixinaysan سيدا مدارس الله دسايو سيدا اللهم استعام ودوين كلا دسايو سيدا اسبتال الله دسايو حيالها مصالح ذا عام كا ايات كوب حين ايسان صالح ذا عام كا ايات كوب حين ايسان وبالله التوفيق وهاك تاسي وحي هاي دي ومو محمد وكسو هل ليسي اتشار مركا وهاك انتان سوق بقى من شيخ وحن ربا هل سؤالو وغطن بيسا اناك ويديو سوش اسو حي تاي حدي قبدا سدح جير الفرو وين طبعا مركز أي نكرس وجرستها أنت بضم واحد عدا إن إذا تكون سخذ مركز أركاس وفهمان أو سهل نكي أقصون نقدان طبعا يقرأ وين أقصون نقدان إن نين هاي يقانان أو كلا أما قف أدوه هله شيئا هاي وهم دويس يركبان هاي سقبان دن مركز هاي ساس كسو حلاش دان أركا كورم أريد ما بنانو ما بنانو محلل يا محلل ك كوحلل أيه يا كالله حلي لا يبا والله على ذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه بل كوا حلي لا يحكم مجاعي تيس المستعار أرجل سوء عاريستي يعني رباديها وحي سميان مركي أرجع يعني نبا أري له أرجع مركي ولي وحلي يبا أرجع هسي أما وان أرمي أما أرجع أرمي أرجع سو كم تشير خيرا كلا هاي سو كي هاي استا أرجع هاي استا مركي خيرا سنتو أتى أيو وان كي كسو قادنا يا أرجع كسو قادنا سو أرجع سو أقول درسه marka tayso mustaar bal yahankaasi taayada ana ma banaano taayada wax la sameeyay wax loo baahan yahay gabadhu haday rabto ninkeedii hore inay ku noqoto nin si caadi ah iyadoo aanu guursanay ninkeedii hore inay ku noqotay laakiin si caadi ah ay u guursatay hadana si caadi ah u kala baxeen ninkaasi waa inuu la aqal galo asal ahaan oo la saaxdo kadibna ay si caadi ah u kala baxaan marka si caadi markay u kala baxaan hadana cudadii waa inay ka go'do وعدده هذا أي كبح وعدده يسوع لما يسوته مركا كذبة وحاب بنان إنك هذه إن يكون قطع يا أو بنان لكن سكالون أنت عاهين أو ما بنان إنك هذه قبل صدق هذا الغفور أي إن يدب أو نقطة إنك هذه بالله التوفيق وهجاك دا وضيال أنت أس أيان كسو أفمرنا برنامج كي إفتين كان نلاش جارهان عن تضباط كان كوكا دليل ني أمورك وصابسنا حكا فرنكا برنامج كي وحاسي توصى قال قيب قاتها شيخنا شيخ عبد الرشيد السيد أحمد أو dadweynaha Soomaaliyeed meel kasto ay caalamka ka joogan uga jawaabo su'aalahooga waxa idin la socodsiiyay aniga oo Faisal Aadan Miicad waxaan mahadgaar u celinayaa farsamayaqaanada Cadaawe Saadiq iyo Xasan Duran intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah toddobaadka soo socdana waxaan idin ku dhaafaynaa dhamaantayo assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh